الكريم للبرج والجزيرة ككل. إن شاء الله نجح هذا ونجح للعلم. الحمد لله والفضل لله، هذه النتيجة كانت يعني فضل من ربي سبحانه، وتعبنا وربي ما خيبناش الحمد لله. شكرا لوالدي اللي تعبوا وسهروا معايا والعائلة كامل، الحمد لله اليوم فرحانين معنا. شكرا لكامل الطاقم الإداري والتربوي تاع ثانوية عيسى حميطوش. كان عام طويل وعام تعبنا فيه، وبصح يستاهل على جال هذه الفرحة، يستاهل تعبنا وكامل على جال فرحة والدينا يعني هذه الفرحة وكامل الحمد لله. انا الحمد لله يعني كنت 18 بصح 18.93 فرحتني بزاف الحمد لله. وفقها ربي وعشت الفرحة تاع البكالوريا، رغم أنها كانت متواضعة وكتومة، إلا أني كانت عندي ثقة كبيرة فيها بلي راح تكون مع الأوائل، وما بغيتش ما قدرتش نقولها ها هو طموحي اللي نحوس عليه، والحمد لله حقت لي الحلم تاعي وتستاهل أكثر من هكذا. وربي إن شاء الله يوفقها في الجامعة، وربي يوفق ثاني اللي مازالوا ما نجحوش، ربي يعطيهم إن شاء الله فرصة أخرى وينجحوا إن شاء الله. أولا الحمد لله والشكر لله والفضل لله على هذه النتيجة هذه اللي حقتها دعاء بنتي، رغم أن الطموح كان أكثر من النتيجة اللي حقتها، ولكن احنا راضيين بما قدر الله، نشكرها بزاف بزاف، والفضل لربي سبحانه عز وجل.